مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المطبخ اليوم تاع مدينة تلمسان عندنا طبق نحضروه هو جداد مكفت. نحتاج كمية لاباس بها تاع لو بولي، عندنا بصل نكونوا مقطعينو اون لامال، الحمص، السمن، البيض، معدنوس، فلفل الكحل، ملح، زعفران، سكنجبير والخرقوم. الحاجة الأولى اللي نبداو بها نفضو طنجرة، نقديو على الغاز هو الأول، نعملو البولي ديالنا هو الأول، نعملو البصل كمية لاباس بها، محتاج بزاف تاع بصل، نزيدو معدنوس، شوية تاع السمن، حميصة حتى هي، كل شيء نعملوه مع بعض. ونحرجو ضرب، نفدو شوية تاع ملح حسب الذوق. تعرفوا بدي لو بولي كي يطيب مالح شوية مالح يجي بنين. شوية زعفران، زيدوا سكنجبير، حوالي مغرف من الصغار تاع سكنجبير، شوية خرقوم، ونخليو هاد الطنجرة تاعنا تتقلى. بعد اللي تتقلى عاده نعملو لها المرق تاعها، خليوها لي دام هاد السمن كامل يدوب باش تنجم كلشي يندهن بهاد لي دام. وراح نطيبو في هاد لو بولي ديالنا. هذا لو بولي كيكون يطيب خصنا حتى يطيب مليح مليح. من بعد اللي يطيب نفضو دوك الطريفات تاع البولي تاعنا، نعملوهم ينشفوا، نديزو سيوه ونحاولوا نحلوه غريدات غريدات اميتي، ونعكروه من بعد بالحبات تاع البيض، ونعاودو نقليوهم في الزيت. كما راكم تشوفوا الطنجرة تاعنا ريها تقلات، نعملو المرق الكافي ونخليوها تطيب على خاطرها شوية. نعملو الماء، لو بولي ما يطلبش الماء بزاف باش يطيب، نحتاجو ديك لاصوص تكون عندنا كونسيستانت. كما راكم تشوفوا جداد رحنا حرجنا عليه ورحنا قليناه، عملنا الماء الكافي، نخليه واحد رواق يطيب في خاطرو على نار هادية. من بعد اللي يطيب نعملو المرحلة الثانية تاعو كي نشوفوه طاب، نغطيوه بطبيعة الحال، لازم علينا الطنجرة دائما تكون عندنا مغطية. من بعد لحظات نرجعو لكم بالدجاج يكون طيب باش نحاولو نفتوه ونعملوه دي بتيت بولات معكر بالحبات تاع البيض ونقليوه. نرجعو لكم بعد لحظات. مشاهدينا الكرام، رحنا طيبنا جداد ديالنا، ومن بعد اللي ديزوسيناه حليناه كامل نحرجوا عليه ونعاودوا نعملوه كويرات صغار ونقليوهم. نفوت نعملو نزيدو عليه شويه تاع الحراج باش نعاودوا نمدوا له الذوق احسن من الاول. نعملو شويه فلفل كحل، نزيدو له في فلفل كحل كنا عملنا في الاول ونزيدو له دروا، نعملو معدنوس، شويه خرقوم، شويه سكنجبير،
طبيعة الحال نزيد له شوية ملح باش ما يجي مليح في الملح ديالو. هنا نفدو شوية تاع الفارينة باش ينقبط لنا مليح. نحركو كل شيء مع بعض. كل شيء ناشف باش عادة نعملو حبة ولا زوج تاع البيض. لو طون دير حنا نعكرو هاد الكفته تاع جداد مفتت. نكونو عملنا الزيت ريحه قدامنا تسخن. زيدو لها شويه نزيدو ديك الحبه تاع البيض اللي بقيت لنا. خلطو مليح مليح. ودابا السيدة تبدا تقليب في هذا الخليط. ماذا بيك ما نكبروش بزاف باش نخليوه شويه مشوك ما يجيش يبقى مسرح. الزيت ريها سخنت. ننجمو حتى نسميوه طاجين تاع الجداد كفته مشوكه. طب نخليوها هكذا ما نبقاوش نحركو فيها بزاف باش ما تجيش مسرحه كامل. حتى في لا بريزونطاسيون كي نجيو نحطو تجي على النظره مليحه. المقله ديالنا ريها تعمرت. نحبسو على شي نقلاو لنا هادو ونعاودو من بعد نزيدو. دابينا نزيدو شويه الغاز باش ما يبقاوش يشربوا الزيت وبالخف يطيبو لنا، لان نعرفوا بدي جداد طيب دروق الا داك الخليط تاع اللي عملنا د الفرينه والبيض اللي ماذا بينا عليها طيب لنا. كما راكم تلاحظوا معنا بالخف طيب، ما تطلبش الوقت بزاف باش نطيبوها. ما يهمكمش الا ما جات مكوره مليح، حنا ماذا بينا تكون عندنا مشوكه كما راكم تشوفوا معنا باش نبينوا بدي اللحم تاع الجداد ديزوسيناه غير فتتناه ما رحيناهش. خليوها تكمل القلي ورحنا معاها هي تطيب وحنا ندوروا فيها. نحيو علينا هاد الاشياء اللي ما نحتاجوهاش. وهذيك الكفته ليها عندنا تنقلى. صافي الحبات تاع الكفته ديالنا طابو.
كنت تشوفوا الحبات تاع هادو لي بولات راهم متنوعين، راه فيهم الاصفر، راه فيهم لا كولور فيرت حتى هي تجي مليحه في النظره. من الاول يجيو بيان ديكوري، نطفيو الغاز خاطر المقلاة صاي سخنت، وراح ننحيوها. كملنا الآلية تاع الكفتة دجداد مشوكة بالألي، نحيو المقلة من يدينا بشوية قطرة زيت سخونة، والمرأة تاع الدجاج ريها عندنا سخونة. ما بقى لنا غير نحطوها في الطبق اللي نقدموه لافراد العائله. هنا السيدات كل شيء راه عندها واجد. نفدو مغرفه باش نصبو، نعملو لو بولي هو الاول، بعد السيده تحاول تعمل الكفته اللي عملتها. في نعاودو نسقيوها بهذاك البصل اللي راه كنا عملناه وقت اللي طيبناه جداد، وديك الشويه تاع الحمص. نحيو هذه من يدينا، الطبق تاع الدجاج بالكفته المشوكه تاع اجداد راه عندنا وجد. ان شاء الله نتمنى كل من كان يشاهد فينا يعجبو هاد الطبق، وما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير للفرصه المقبله ان شاء الله. مرحبا بكم. اليوم باش نبدلو راح نعملو مع بعض ان صوغبي او سيترون. وشنو هو الصوغبي؟ ما هو غير شربات كيما تاع بكري، الماء والقارص، هذا ما كان. ولهذا راح نستحقو شويه ماء، شويه سكر، بياض تاع حبه بيض، وان جو دو سيترون اسمها ثلاث حبات ولا اربعه، انتي والحبه تاع القارص تاعك. لا كانت كبيره حطي زوج ولا ثلاثه، ولا كانت صغيرين حطي ثلاثه ولا اربعه. Et des rondelles de citron pour la déco. Il y a aussi un zeste. Nibdaou. Hatto sucre diana, une petite casserole. Hatto aller chouïa ma. Hatto.
يغلي منذ 3 دقائق. نحركه شوية. سميدو بالسكر ديالنا. نجيب هذاك الماعون اللي حطيته في الكونسيلاتور. نحط فيه هذاك الماء بالسكر تاعنا اللي راه طاب. نحطوه هنا باش يبرد. دوك راه برد. نزيد له لو جو هذاك تاع القارص او الليمون. نحطو نخلط. في هاد المرحلة نعاود نرجع كل شيء. الخليط ديالي راه بارد، نحطو في الكونجيلاتور، نعاود نردو. بعد الساعة نتجبدو ونخلط، خاطرش يفاسفورمي دي كريستو، يجمد، يبدا يجمد. قد ما يجمد قد ما يكون مليح لو كريبوني هذا ديالنا. دونك نص ساعة من بعد نتجبدو ونخلطو، نعاود نردو للكونجيلاتور، ونص ساعة تاني من بعد نعاود نتجبدو. دونك نعاود نتجبدو ونضيفلو لاخر لو بلون دوف. داك لو بلون دوف نكاسيه كما يقولوا. نضربوه الناج باش ما تجيش فيه هذيك الريحه تاع البيض. دو فاصون يغلبها القارص. استعملي غير يدك، ما كلاش الفوه. ونضيفوه لهذاك الخليط وتحركيه من الفون تاع المول ديالك تاع الماعون، خاطرش يبدا يجمد من التحت. ما من الفوق يكون هكذا شويه، مازال ما جمدش قد قد، ما عليش. المهم من تحت راه بدا يجمد. وتعاودي ترديه للكونجيلاتور ديالك. هذا تحطيه وتطلي عليه نص ساعة ولا ساعة ببخي، صيبيه جمد. نشوفو وين الحق في التجميد ديالو. جبتو والخليط ديالنا تجبد. الان راح نخلطوه شويه بوغ افواغ اون كونسيستون شويه ماليابل كما يقولوا. خدمي هكذا باش هذوك لي بتي كريستو يذوبوا. الشكل ديالو تاني يجي شباب هكذاك سون لي كريستو.
نقدمها في ديكوب هكذا ولا كاس طويل، وانتي انتما عندك بعدين سواء تحطيه بالمغرفه سواء تستعملي هذا مغرفه سبيسيال كلاص. ننصحك سيداتي باش هاد العمليه ديريها جوست او مومون سيرفير هاد لو ديسير، خاطر شو كانت ديريها من قبل وتخليها يعاود يحبط يدوب، تخليه في الكونجيلاتور سما زوج دقائق ولا ثلاثه قبل ما تقدميه لعائلتك ولا لضيافك. فوالا فوالا نشبحوه بشويه تاع الزاست. هاو الصوبي ديالنا جاهز، نتمنى انه عجبكم جربوه. المقادير تصيبوها في كويزين ليلا سبيسيال صوبي. الى اللقاء، شهية طيبة. سميرة، اليوم راح نشوفو كيفاش نحضرو كيك بالزعتر والكرموس وزيت الزيتون اللي هما تلت حاجات محبوبين بزاف في البحر البلدان البحر الأبيض المتوسط، في طاليان، في لبنان، في سوريا، في الجزائر، وخاصة في منطقة القبائل. هاد الكرموس وزيت الزيتون ماشي ما يفرقوهمش، دائما مع بعض. ونزلت لهم شويه زعتر باش نكمل زينة الكيك. فوالا، لهذا لازمنا شويه سكر، شويه سكر، شويه زيت، نضربوهم مع بعض حتى نحصلوا على اون اسباس دو كريم ولا اون موس. هكذا ديجا ريحه تاع زيت الزيتون راهي طالعه. هم تخلطوا ونضيفوا لهم البيض. ندخلوهم في الخليط وحده مور وحده. لاحظي كيفاش راه يتكون هاد الخليط، راه شغل مايونيز خاطرش الزيت ديالنا راهي جديدة وثقيلة. تخلطيها غير شويه لو طون وين البيض هذاك يدخل مع المكونات الاخرى. ها
جوست هكذا شغل لي نوملات ماشي بزاف. ودوك نزيدو لها الفرينه ديالنا ضربه واحده. نزيدو لها لا لوفور ونكمل الخلط. دوريو ميم طون الماعون ديالك باش الفرينه هذيك تدخل في الزيت وفي البيض. دوك انتي شوفي لا كان كتر في دي هكذا صافون بروبا بحال الحاشيه السماك الخليط ديالك راه جاهز. ولا كان شتيها مازال جاريه زيدي لها شويه فرينه بالمغرفه. انا ديالي نظن راهي كما يلزم. هذا الوقت نزيدوا لها الكرموس ديالنا. ونخلطوا. في الاخير نزيدوا لها هذا الزعتر اللي راه يعطي لها ديك القول طيب. فوالا نخلطوه ونخلطوا كل شيء مع بعض. شفتوا ساهل ما يطلبش بزاف المقادير وما يديكمش بزاف من وقتكم. فوالا ها هو الخليط ديالي. نجيب الليمون ديالي اللي كنت دهنتهم من قبل شويه زبده وشويه ما زدتلوش الحليب باسكو الكيفيه اللي درتلو تاع البيض كفات يعني ربعه في هاد الكميه تاع الفرينه يعني جات قد قد. لو كان شتها عصير وكان انا زدت لها شويه. راح نعمر الليمون ديالي اللي قلت لكم كنت دهنتكم دهنتهم وحطيت لهم شويه تاع الفرينه باش ما يلصقوش كيما وعدنا. ونعمروهم او 3 كار. زاوج هاد الكميه تقدر دير لك حتى 6 تاع لي بتي كاك الا كانوا ليمون شويه صغار. مع لي هادو راهم شويه متوسطين بلاك 4. انت تشوفي الا حبيتي دوبلي لي بروبورسيون عليك غير
ضل ثلاثة يكفي باش نوريكم كيفاش الاخر. نحطهم في الفوخ 4 ساعات 20 دقيقة 180 دوغري كوم تو لي كيك. هو الكيك ديالنا تاع الكرموس بزيت الزيتون طاب، نشوفوه مع بعض. نتمنى راح عجبكم المقادير، راكم عارفين نصيبوها في كتاب كويزين لا بلوم كيك ايميفان سبيسيال كيك. فوالا سبيسيال كيك، نتمنى راهي عجبتكم، جربوها وردونا الخبر واش هي طيبة.